روان متى حعزمك؟ دقيقة أبغى أخذك موعد رنديفو يا روان. موعد كونفو؟ رنديفو. إيش رنديفو؟ يعني موعد غرق بنت ولا؟ رنديفو يعني يا أخي الناس تقول علي يقول أنت ما عندك إذن. والله رنجيت فين اذنك؟ والله صح فين اذنك؟ شكله مركب السماعات دايركت على الدماغ. حلوة ذبت جديدة وجديدة. والله جديدة. هذا محمر وحشي هذا تايجر. والله اجل يعني انت تايجر؟ يلا تايجر يقول شو التايجر الخكري؟ يزعل. أنا الرجل الوحيد في البث صدقوني الرجولة كلها فيني وضحت بأنوثتي لهم شكلهم هم زرفوا أنوثتي يعني. يعني أنت ما عمرك عشت قصة حب؟ لا والله. الله قاعد يستحت روان. لا ما استحت بس مرة مو جو دي الأشياء يعني ما أفكر بدي الأشياء أبدا. عادي عندك الحكم الأول أوكي الحكم الأول الصريح الحمد لله بعطيك حكم خفيف سهل سم تتغزل بروان قدامنا بالقسط 10 دقائق يع وجهك يا خسيس. يا اخي ملاحي ورغم انك سببت لي نعم جتني من الركب في الركب خلاص. الحكم الثاني ده يوري شلون بالبايو تحط خاتم وقلب واسم روان مدة اسبوع كامل. الحكم انا شاكو تم تم خلي روان تاكل ورق. اي لا الحين روان الحين ورانا نروح لها احنا. اي حكم اخترت ابو عابد؟ تم حق الباي ابشر بعزك مدة اسبوع كامل. ها ابشر بعزك. حلو روان الحكم الاول. رينغ 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 تتغزلين بعبسي مدة 10 دقائق. وع والله لو انقز من البلكونه ولا اسويها. شو عبسي قال يتكلم بس مو قادر عبسي. الحكم الثاني تقطعين سماعة. الحكم كذا وانا حصلت لك سماعة يلا تخرج لك. اه من الله دقيقة خلنا هكا تم كذا بس ما طير. الحكم الثاني الساعة اللي بيدك تكسرينها لي وتطلعيني العقارب اللي بيدك.